السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة تحذيرية من الكاف للاتحاد الجزائري. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك وأشكر كل من يدعمني بهذه القناة. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يحذر الفاف من برمجة مباراة الديربي العاصمة بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر في ملعب إبريقي. طبعا هذا لأنه الملعب من ضمن الملاعب المقدمة الرئيسية في احتضان الشام. أتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك وأنتظر رقم تعليقاتكم تحت الفيديو. والسلام عليكم.